حياكم الله مشاهدينا في تاسع يوم من شهر رمضان المبارك. عاد الله علينا وعليكم باليوم والخير والبركات يا رب، وتقبل الله طاعتكم وصيامكم وقيامكم ان شاء الله، وتكونوا ان شاء الله مأجورين على كل اي خدمه تقدمونها في هذا الشهر المبارك. خلونا نمسي على زميلتي مروه. يسعدني مساك. يسعد مساك سهام، ويسعد مساكم مشاهدينا وما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناه الفجيره في برنامج فواله. اليوم يوم مميز، عندنا ثلاث ضيوف واكيد بنستمتع وايد وياهم في حلقتنا لليوم من برنامج فواله. والحين بمسي على زميلتي عواطف محمد بركنا التراف. يا هلا مرحب فيك ويسعد مساك. يسعد مساكم، ودائما نحب نقول لبعض المفروض. يسعد مساكم ومبارك عليكم الشهر دائما، اكثر كلمه احب اقولها حبيبتي. احنا اليوم كلمه تعيبنا بنات، هي بنات بنات أيه. جميلات وحلوات يعني ندلع بعض حبيبتي. اليوم بنتكلم عن الحكايات الشعبية أو الخراريف اللي تعتبر من أهم أدوات حفظ التراث اللي عرفها أهل الإمارات عبر الزمن. يمكن سمعنا وايد قصص منها أم الدويس وغيرها من القصص، نحاول اليوم نسلط الضوء على هذا الجانب ونتكلم عن الخراريف اللي كانت في يوم من الأيام دروس وعبر. أكيد. يعني كانوا يجمعون الأهل ويقولوا لهم هذه القصص عشان يتعلمون شيء جديد. فاليوم خالتي أم محمد بعد ما بتقصر بتقول لنا كم من قصة أكيد من هذه الخراريف. وجودها أصلاً ينعش المكان ما شاء الله بسوالفها اللي كل مرة يعني تعطيها نكهة لها طابع معين. فعلاً الله يحفظكم يا رب. كان بينكم تحدي أنتو؟ كان بيننا تحدي. يلا شو التحدي سهام؟ يلا اعترفوا. ما شيء عند سهام التحدي. يلا دايماً ترى خالتي هي اللي دايماً خالتي ما شاء الله عليها تجيب لنا القصايد القديمة المغناة قبل، فقلت لها البارحة قلت لها اليوم أنا بجيب لك القصيدة. اليوم أنت لازم تقولي. يلا طبعا بعدين أنا أنت قولي وباكر عاد لازم أنت تردينها إن شاء الله. على الله إن شاء الله. طبعا اليوم القصيدة اللي بقولها قصيدة قديمة حق الدكتور معالي الدكتور مانع سيد العتيبة، ومغناه بمطرب قديم طبعا علي بروغة. يقول فيها: يا نديبي صوب الأحشامي، خذ مراسيلي بتبييني، وخصهم بلولامي والتحية بالملاييني، احضروا للعين كل عامي، وقيضوا بين البساتيني، والفلايا ميها طامي، في العوامد يريه هيليني، وللشرايد تورد ريامي، في النهل والعل حذريني، الحلي من شافها هامي، والمطوع يسهي بديني. صح لسانك، صح بدينك يا رب. ما زالت طبعا هذه الكلمات موجوده ومحفوره في ذاكره كل شخص اتوقع اماراتي صغير وكبير. قبل لا نبدا سهام، انا اعرف انك ايضا شاعره صح؟ انا مش شاعره، انا متذوقه الشعر، ممكن اكتب بيت يعني بيت بس مو بالقصيده. على فكره يعني ضيوفنا الثلاثه اليوم شعراء. اكيد بنستمتع ان شاء الله وياهم. اجواءنا شاعريه بتكون طبعا مع القصائد الغزليه والوطنيه، وبنبداها طبعا اليوم أمسيتنا أمسية شعرية بامتياز مشاهدينا مع نجوم من الساحة الشعرية الإماراتية. شاعرنا الأول: لن توفيه الكلمات له قدره ومقامه، فهو قام من الشعر لا تترجم بأسطر، شاعر يعجز القلم في الكتابة عن مسيرته الشعرية، هو من الطراز الأول يجمع القصائد. خلونا نرحب بالشاعر أحمد بن صالح بن طوفان. بالإضافة أيضاً للشاعر صاحب الكلمة العذبة والإحساس المرهف عبد الله بن فهم، واللي قام بعدد من المطربين المحليين أيضاً بغناء عدد من قصائده، بالإضافة إلى أن عضو مؤسس ومشارك في العديد من الجمعيات والمجالس الثقافية. هلا مرحب فيك بالشاعر عبد الله بن فهم. وعندنا شاعرتنا بتكون معانا كتبت الشعر منذ نعومة أظافرها، وخاصة الشعر النبطي والخليجي الذي يتغنى به الفنانون في الخليج. ضيفتنا اليوم شاعرة تجيد نقش الحرف وجمال الإلقاء، وكتبت العديد من القصص والخواطر، وتحب إعداد التصاميم والقراءة، والملقبة بظبي الجنوب. رحبوا معانا بالشاعر نشيرة الجابري. يا هلا ومرحب فيكم كلكم في استوديو فوالة. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيتم بالخير. مساكم سعيد يا رب. مرحبا بكم، نورت البرنامج. مبارك عليكم الشهر. صدق اليوم ما شاء الله بتكون حلقتنا فعلا شعري بامتياز ان شاء الله. الله يقدرنا. السؤال المعتاد طبعا لضيوفنا هو: شهر رمضان المبارك، اجواء شهر رمضان المبارك معاكم، بما ان بنبدي مع البنات اول شيء. الليدي فيرست. سعد الشهر، اشكركم على اتاحه هذه الفرصه، واقول لكم مبارك عليكم الشهر. رمضان شهر الروحانيه اكيد، شهر الطاعه وشهر العباده، شهر التراحم،
والتواصل وصلة الأرحام. عبد الله تحية مبروك عليكم ما تبقى من الشهر. وبالنسبة لي أنا رمضان موزع بين يعني العبادات الله يقدرنا عليها وبين العمل التطوعي. هذا رمضان عندي. نعم أستاذ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. قبل ما ابدا طبعا اربع احب ان ارفع اسماء وبركات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب اسمه الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات العربيه المتحده وحفظ الله ورعاه، والى مقام سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم اماره دبي، والى مقام سيدي صاحب اسمه الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم اماره الفجيره حفظ الله ورعاه، وإلى مقام صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب قائد القوات المسلحة ولي عهد إمارة أبو ظبي حفظ الله ورعاه، وإلى حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وولاة العهود. رمضان طبعا احنا عندنا في دولة الإمارات له خاصية خاصة بالنسبة للأرحام والسلام والاجتماعات تكون أكثر شيء في شهر رمضان. نعم. بالنسبة لرمضان أنا عندي بعد قصيدة أقول فيها: إن لفاك الشهر شمر للعبادة واسترح من دنيتك وقت قصير، وافعل المعروف والخير وزيادة، وإن عطيت يمناك أخلص للمجيد. افعل المعروف والخير وزيادة، وإن عطيت يمناك أخلص للمجير، وكلمة المنان خلها في ابتعادة، تندق اسم الأجر ومعروفك يطير، وابتسم للناس هي أكبر سعادة. سيرة محمد وعلى قواله نسير، وخل عنك الناس ولا تهدي عبادة، واغتنم الوقت واسمع يا بصير، يكرمك في يوم تحتاج الشهادة والملا في الشمس والظل الهجير. يكرمك في يوم تحتاج الشهادة والملا في الشمس والظل الهجير، ذاك وعد الحق ما تشكه معادة، وتعتي للأصوات واستر يا ستير، والصحايف برزت وين الإفادة، وقال رب العرش ما جاكم نذير، نتبع الشيطان ودروب الإبادة، كم قتلنا الناس وعدمنا المصير، نهتو جنات والسندس وسادة، ولقينا الحور يرتاح الضمير، تخدم غلمان وفي الخدمة إشادة، يشبه اللولو وفي شكله مثير، حافظوا على الدين ولا تترك عمادة، والفرائض خلها في دربك تنير، والختم صلوا على منبر عبادة سيد محمد ذو الوجه المنير. وسلم. نرد لك نشيرة، شو رايك بالأجواء الرمضانية في دولة الإمارات بين الماضي والحاضر؟ هل تغيرت ولا بعدها مثل ما هي؟ الحداثة مطلوبة وتزحف زحفا، لكن احنا كمواطنين إماراتيين نتمسك بهويتنا الإماراتية وموروثنا الشعبي بعاداتنا وتقاليدنا، فرمضان بحلة جديدة ومحتفظ بالعادات والتقاليد. أنا أشوف مرة بتقومين تقهوينهم لأن أحس أنهم بعدهم يعني مو ماخذين الجو معانا. الله يعطيكم العافية. عبد الله خلينا نتكلم عن بداياتك في بداياتك في الشعر. تقول والله بداياتي أنا يعني بدايتي كانت كنت أروح أسير يعني ويا أخوالي كانوا يسيرون عند الرزيف. نعم. وهذا فكنت استجربت لحن الرزيف بداية. نعم. وتم في البال يعني، وأول مرة طلب مني كان تقريبا صف سادس ابتدائي أو أول إعدادي طلب مني تشكيل فرقة. نعم. وكانوا عندي في نفس المدرسة تقريبا لغاية ثاني ثانوي. حلو. فتشكيل الفرقة مش مشكلة عارفينها، لكن طلب مني كتابة القصيد وأنا ما صار لي كتبت ولا غير. فأذكر كتبت أول بيت، لكن هذا بحر وهذا بحر يعني مش متراكب، لكن هو هذا شطر يعني قصد الشطر بحر والشطر. نعم. الثاني بحر. وقفت هذا اللي قدرت عليه، وحصلت مساعدة من حد من نسابي الشعراء وكتب لي القصيد، وذي كانت البداية. وعقبها كانت محاولات خلنا نقول مثلا خرابيش أو خابيط، وبدينا وها وأكتب وأقرأ، لكن قراءة هي اللي ساعدتني يعني، والاحتكاك في الشعراء والقراءة للشعراء القدامى والمعاصرين، والحمد لله. وبدأت أول قصيدة نشرتها تقريبا في سنة 97 أو 98 عبر صفحات من الشعر الشعبي. نعم. عند الأستاذ الشاعر إبراهيم النعيم في جريدة الاتحاد، وكانت هذه الانطلاقة. تذكرها؟ لا والله ما أتذكرها صراحة، بس كانت أذكر على سلامة الشيخ زايد الله يرحمه أيام العلاج. الله يرحمه. كذا
طبعا بما ان نحن عندنا شعرانا باجواء كذي يمكن بعد شويه بعد شوي نخليكم تي تردون على باب. لا لا الامور طيبه الحمد لله متعودين على الامور. استاذ احمد كيف اكتشفت موهبتك؟ انا كتبت في الثمانينات ما شاء الله. نعم كتبت قصائد الثمانينات تعرف بدايه الناس اكثر شيء يكون في الغزل ونشرت في سنه اظن في 80 بس ما اتذكر 86 يمكن الله اعلم او 87 كان ايام سالم سيف الخالدي. نعم يعني نشرت قصيده اول قصيده اكتبها طبعا حافظنها بعد القصيده يمكن شيء بسيط منها اقول نسيم البر اللي قرب حذايه يذكرني بخل كنت جفاني جفا من دون زله ولا خطايا حبيبي اصد ونساني نسيم البر اللي قرب حذايه يذكرني بخل كنت جفاني جفا من دون زله ولا خطايا حبيبي يا بلا صد ونساني وانا يا كم تمنيت معايا يفرح لي قليب المول عاني ويبري لي جروح بدمايه من الفرقه ومن غدر الزماني ومن الهجران مصطاب برمايه رمايه من قلب حلو الثماني سطت في اليوف سوت لي شظايا حرام منها ما غضت عياني بقيت العي شرى لعي ضمايه شرى زرع ما ارواه المزاني يبس ومتش من نقص السقايا وغدا ومات في نفس المكاني ولكن السبب سعي الوشاية صعب الفراق عليهم حال. الله يعطيك العافية ضبي الجنوب طبعا ما بروح يقصدون وقصيدة ما شاء الله عليه أنا جاية في الدرب ارتجلت قلتي تحت الهواء في قصيدة مهداة إن شاء الله لحاك الهجيرة إن شاء الله ارتجلتها وكتبتها وانا جاية في الدرب. أنا تبون شاي ولا قهوة؟ ولا قهوة زينة ولكن بعد شوي لو تطولون على المكيف زين شوي حار ها؟ إذا طولنا على المكيف عبد الله ما بنسمعك هذا موضوع ثاني الأمور طيبة هذه إهداء لمقام سيدي سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي وأنجاله طويل العمر يقول يا هاجسي اسعف قصيدي والأفكار في مدح منه يستحق القصيدة يا هاجسي اسعف قصيدي والأفكار في مدح منه يستحق القصيدة شيخا ولهيبة وعزة ومقدار شيخا ولهيبة وعزة ومقدار شيخا ملك رؤية وحكمة تليدة حمد بن الشرقي ومن زمرة أخيار دم الأصالة والفخر في وريده نجلة محمد شهم فارس ومغوار والنعم في راشد سنده وعضيده أهل الكرم والطيب من ناس الأحرار ومكتوم ليشال الزعامة بإيده أهل الكرم والطيب من ناس الأحرار ومكتوم ليشال الزعامة بإيده ليكرمون الضيف والأخ والجار هم من تجمل بالصفات الحميدة دار الفجيرة جعل تسقيش الأمطار ويسيل حام عوام دايم مديدة صح واحد يستاهل الفجيرة يستاهل حاكم الله يستاهل الله يستاهل الله يستاهل الله يستاهل الله يستاهل خذوا راحتكم تقهوة وعادي ترى مرة يعني كنا البيت بيتكم ياسين معنا كمين نسولف وتقهون استاذ عبد الله عقب ما تشرب أجواء طيبة صراحة رمضانية تسلم أباك تقولنا شيء من كتاباتك شعرك والله نسمع يلا شيء الحاضر أقول عودتني بشهر رمضان أفطر على صوتك وصوم عودتني بشهر رمضان أفطر على صوتك وصوم واليوم في 2019 مالك هيبيان عودتني لغبت عني بالكثير تغيب يوم وش له تعودني عليك وعشقنا وشلون هان عشرات عمر وشلون هانت يا بعد كل النجوم وشلون قلبك طاعك تخليني محطم كيان غصب عليك أدري وأنا وأهلك لحقنا فيك لوم بس اتصالك يوم ترمي عشقنا ظلم وهوان خالفتك إحساسي يتمنى يحضنك طب وسموم وانت وشعورك بعتني للضيم أتسوى الحنان فاجأتني في موجك الطامي وأنا ما عارف عوم غرقتني في قاع حبك وانت لي بر الأمان غيبتني في داخلي عني وعنك ما أروم أتخيلك صبح ومساء وأذكر لقى آخر مكان
غيبتني في داخلي عني وعنك ما أروم فتخيلك صبح ومساء واذكر لقى أول مكان هملتني جثه بلي أروح هملتني جثه بلي أروح عقبك ومعدوم تلعب تلعب بيظنوني وأنا دونك بلا قدر وشان عودتني بشهر رمضان أفطر على صوتك وصوم واليوم في 2019 مالك هيبيان يعني. صح 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 بعدها بنرجع لك بشلة جهز لنا شلة شلة صوتي والله ما يساعد شرب قهوة بتعدل الصوت كل شيء بيتعدل أستاذ أحمد كتاباتك في الشعر أكثر شيء هل هي تتجه إلى النبطي أم الفصيح؟ لا والله الفصيح أنا حاولت محاولة ظن بسيطة ما لكن النبطي أكتب نبطي فصيح ما طرقت لي طرقت يعني شيء بسيط وشفت اني ما اقدر اقفلها فتعرف اصحى لازم اصحى لها ناسه يعني مفرداتها اي نعم مفرداتها وكذا لكن احنا على النبطي نكتب نشيره بالنسبه لك تفضلين النبطي ام الفصيح؟ والله انا اكتب النبطي والفصيح والحميني ما شاء الله واحيانا ندمج بين النبط والفصيح وفي شيء ثاني بس عارفهم الحمين الحمين هذا أيه؟ بحر مش من بحور النبطي هذا بحر خاص في بحر يمان نعم 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 بس البحور 16 بحر نفس الشعر النبطي والشعر الفصيح حتى المسميات نفس المسميات في شيء مفضل اكثر من شيء عندك ولا نفس الشيء المهم ان تكتبين الشعر فكره فالفكره هي تجبر صاحبها يكتب على اي نوع نعم الله يعطيك العافيه عبد الله انا يعني اتصال يوم عرفوا انك تضيف معنا قالوا خليك خلي يسمعني قصيده عن الشحوح حاضرين بس هاي طلب من شخص يعني حاضرين انا ما حافظنها انا ما كنت ادري بس اول ما على طول يعني مسج عبد الله بيكون ضيف تطلبي منها هالقصيده حاضرين لكنه خبرتوني بعد قبل لان بحضر ما عندي فكره طويل. انا توني يعني توني وانا جالسه يعني المسج ابيات منها ابيات منها وتحيه لخوالي شحوح عبر هالبرنامج نعم نعم وعليكم زود يقول فيها ونحن لشحوح القروم الذربة ولا على من يسمع زود ولا عليكم زود أقول ونحن لشحوح القروم الذربة كسابة المدح ورمات الحوبة أحفاد مالك بن فهم وعربة أزدية الأنساب لي مهيوبة أزدية الأنساب لي مهيوبة هديد البلاغة هديدنا والخطبة نطاقة الضاد ونحن لاهوبة نطاقة الضاد ونحن لهوبة يمنا خليفة واصدقاه وشعبه وقت الشدايد والرخاء مندوبة والسؤال هذا اللي يحضرني يعني ما حضرني قصيدة طويلة تقريبا حول 37 بيت لأن وانا يالسي يعني المسج خلينا نسمع أستاذ أحمد هل تأثرت بأحد الشعراء يوم بديت الكتابة؟ نعم تأثرنا بالشعراء اللي كانوا موجودين وفي ناس كانوا منتقلين طبعا زي الخضر زي شو اسمه من ظاهر كثير شعراء مش كثير والشيخ زايد الله يرحمه بعد تأثرنا طبعا شعر الموجودين في ذاك الوقت وكتبنا الشعر والشعر موهبة اللي ما عنده موهبة صعب أن يكتب إيه نعم الشعر موهبة يعني أنت تتعلم ولا شيء مستحيل صحيح نعم. أنا عندي قصيدة في الوطن أقول الوطن عزي وعزك والفخر والوطن أمجاد وأحلام الشعوب والوطن عمري وعمرك والنظر ترخص الأرواح في أيام الخطوب الوطن عمري وعمرك والنظر ترخص الأرواح في أيام الخطوب الوطن غالي ويفداه العمر بين شرياني ودمي له نضوب نرتمي لطوق في ساعة خطر والفعايل ثابتة عند الحروب نرتمي لطوق في ساعة خطر والفعايل ثابتة عند الحروب ما نفرط في ترابة لو شبر داري أغلى دار وتعشقها القلوب يشهد التاريخ من سابق وطر صاينين الجار والراعي الوجوب يشهد التاريخ من سابق وطر صاينين الجار والراعي الوجوب خلى وسط العين لقوة بصر ساطع كالشمس ما تعرف غروب لا تساوم فيه وترضى بالضرر واحذر الحاقد فاخلاق عيوب لا تساوم فيه وترضى بالضرر واحذر الحاقد فاخلاق عيوب يمكن يصور لك خيانة أو غدر أو فتاوي ما لها متن وجوب هل يجوز الأم تورمى بالحجر أو وضع الأشواك في وسط الدروب العقوق أنواع وبنواع ظهر خاين الأوطان هل يمكن يتوب هل يجوز الأم تورمى بالحجر أو وضع الأشواك في وسط الدروب العقوق أنواع وبنواع ظهر خاين الأوطان هل يمكن يتوب لك بوصل فكرتي بالمختصر شعبي أسعد شعب
ولا العلي طروب شعبي أسعد شعب ولا نعم شعبي طبي الجنوب وجود الشاعر ما بين الشعراء ماذا أضاف لها أو ما هو التحدي الذي يعني يوم يكون أنتم الحين مثلاً في مجلس شعراء والكل طبعاً يمتدح بالشعراء أكثر يعني ممكن نظرة المجتمع قليلة جداً ما يعني ما يكونوا مع الشاعرة فوجودك أنت كشاعرة قوية لها بصمتها الخاصة شو اللي أضاف لك مع بين الشعراء ما شاء الله يعني أسماء معروفة لقب شاعر أو لقب شاعرة هذا اعتبره جواز سفر عبور ومسؤولية تقع على عاتق الشاعرة نفسها نعم. الشعر موهبة الموهبة تفرض نفسها أنت كشاعرة مطلوب منش في المجتمع أنش تكونين لش بصمة بناءة صحيح سواء في القصائد الاجتماعية في حضورش في الفعاليات الوطنية في المرأة لها تميز نعم. صحيح يعني المرأة ليست نصف المجتمع ولكن هي كل المجتمع أكيد صحيح أكيد إحنا معاك إحنا الثلاثة فعلاً فعلاً من الثلاثة وهناك بعد حصلت ليش حد إحنا ثلاثة عدد أكبر عدد النساء أكبر الله يعيننا يا عبد الله ترى عشان كذي ضبي الجنوب نحن نبى تحدي أكبر يعني والله يا أخوي إحنا تغطين شوية الشعراء أنا عندي قصيدة وطنية تحدي الأخونا الشاعر يلا بدأت المجاراة يقول سلام يا راية على هام السحاب شموخ عزه رفعه ومهابه رفيع علم بعلى قممها والهضاب ارواحنا تفدى الوطن وترابه سلام يا رايه على هام السحاب شموخ عزه رفعه ومهابه رفيع علم بعلى قممها والهضاب ارواحنا تفدى الوطن وترابه رايه رسول الله سماها العقاب وحنقت فيه بسنته وكتابه حنا النهيبة ولكن ما نهاب جنودنا للطاقة كساب ما عليك زود الغاشم الغادر ما نحسب له حساب ما جابته أمه ولبن جابه البيت متوحد ومشدود الطنابة ساز زايد يوم شد أطنابه والزايد العود النسب والانتساب حن زايدين بفخذنا واللابه المحزم المليان غمده والزهاب شفت نيران العدا شباب لا ما نهاب الموت جينا له طلاب صقور في ساحاتها حرابه وسلومنا بالعدل وافين النصاب ميزان زايد كفته ونصابه دمتي بلادي رايتك فوق السحاب في ظل شيوخ للعلا طلابه سلامتك كفيتي وفيتي الله يسلمكم عليكم زود ما عليكم وين التحدي الحين منو بيرد والله انا الشعر في التحدي الشعر عندي يعني حتى بجاوب في القصيدة الشعر مش هو التحدي لأن كل شاعر لا أسلوبه الخاص ولا قصته أكيد لا أسلوبه ولا خلينا نقول مثلا فكر معين أنا نعم. أي شاعر عنده شاعر ما بدون قضية بدون فكر هذا أشوفه شاعرنا ممازحة قلت إن القصيدة تحدي ممازحة الأقل لا ما عزيز غالي مشوم لا إحنا عساس نبغى ناخذ جو والشعرات لا والشعرات على فكرة الشعرات اللي هن حضور أكيد. أنا ضد كلمة مثلا شلون الشعر نسائي وشعر رجالي إلا في حالة واحدة تكون القصيدة مثلا أحيانا مثلا القصيدة إذا كاتبتنها أنثى هذه تكون وجدانية أحيانا اللي هي الوجدانية فتبرز أنوثتها في القصيدة لما تخاطب مثلا أبوها زوجها أو تخاطب مثلا ابنها هني فيبرز حس الأنثى مثلا بنفس الوقت حتى الرجل إذا خاطب مثلا خاطب المرأة أو خاطب يعني زوجته أو أمه أو غيره بيبين من القصيد لكن في قصائد مثلا لا فيها يعني حس مثلا تحصل يجتمع فيها الحس الأنثوي أو الذكوري القصائد الوطنية مثلا أو الإنسانية صحيح فهذه مش حكر على شخص معين جنس معين يعني من الشعراء عبد الله عندك ديوان أصدرته صحيح لا والله لا ما أصدرت بعدك ما أصدرت هو معاه بس مو براضي يجمع بعده بعدك ما جمعته كثيرة ما شاء الله ولكن الفكرة يعني ما حصل أنا بودي أريد أنشر ما أقولش لا لكن المشكلة وين دار النشر إذا بتحصل دار نشر يعني تقدر تعرف إنه بتسوق هذا الديوان على أكمل وجه مش مشكلة لكن إذا كان في ديوان مثلا شو اسمه دار نشر بتحط قيود على بعض القصائد أو غيرها أو شو القيود اللي تنفرض على القصائد؟ على سبيل المثال أنا شاعر سياسي بالدرجة الأولى يعني ولكن سياسي مع توجهات الدولة نعم لكن في مثلا عندك دار النشر أتكلم عن دار النشر ما تشجع مثلا في بعض القصائد يعني هذه عندك مثلا الأمور يعني خليها قصائد الغزل مثلا على سبيل المثال بعض النشر يشجعون أكثر شيء الغزل
غزل تعال لأنها الأكثر مبيعا يمكن لأن هذه الإصدارات الشعرية يمكن هي الأكثر مبيعا تلامس الوجدان يعني أكثر هو تكلم عن الوجدان أصلا أحيانا عبد الله أنا الديوان الأولي عندي سياسة وعندي للشيوخ ومشت لا ولو على حسب ترى على حسب دار النشر على حسب دار النشر ناخذ فيها إذن لا بس على حسب دار النشر مثلا أتكلم لا النشر بينشروا لك أي في دور نشر كثيرة لكن في دار نشر عن دار نشر تفرق نعم صحيح لازم تمر على الوزارة لازم تمر على الوزارة وتبدي ديوانك تم عرفت بالتسويق صح عشان يوصل للمتلقي نعم صحيح أستاذ أحمد شو الصعوبات اللي واجهتها؟ والله مثل ما قال الأستاذ عبد الله بداية كل إنسان ممكن تكون شاعر موهبة بس ما تعرف إلا الأساسيات مثلا يمكن الوزن أما قال الأستاذ عبد الله أنت عندك مثل القوافي أحيانا اليوم الصغار إحنا ما كنا نركز وايد في الأمور هذه بس أنت كموهبة إذا عندك موهبة بتطلع شاعر الشاعر ترى موهبته لكن لازم تتعلم الاساسيات لازم تعرف شيء لازم يكون حد ينور عليك تعقيبا على كلامه هذا انا في قصيد بس اقول ابيات اقول الموهبه في الشعر شرط ملزوم الموهبه في الشعر شلون اقول في الشعر قيدهم اقول الشعر بالموهبه شيء معلوم نعم لكن صقل الموهبة شرط والزام كانك بغيت تكون في الشعر قيدوم ويكون لك صيت ويكون لك صيت وجماهير هيام يعني لازم تصقل الموهبة هلا بد منه بالقراءة بالاحتكاك الشعراء اللي سبقوك في هذا المجال والاطلاع على الشعراء المعاصرين واللي أصغر منك حتى في الخبرة عشان ترتقي في المفردة وترتقي حتى يعني في طريقة تبني لك أسلوب خاص في نفسك لا تكون متشبه في غيرك ولا تكون مقلد المقلد راح يندثر ويتشبه بغيره وهذا راح مستحيل راح يعيش يعني ويعمر بسهولة والأفضل الإنسان مثل ما قلت عبد الله يأخذ له مجال روح أحسن له يعني لبصمته لطابع بصمتك ما راح تثبت تكون موجودة إلا في الاحتكاك والاطلاع الزايد والقراءة والمتابعة لأنها تفري ومش شرط تقرأ بس في مجال الشعر أقرأ في كل المجالات والشاعر يكون متنوع لأن في ناس بس الغزل لا يكتب وطني يمكن يحس نفسه في الجانب أستاذ لا ما يقدر عفوا ما يقدر في ناس ما تقدر ولا يكتب في الاجتماعيات ولا يكتب في الوطنيات ولا يكتب تمر عليك احوال انت احيانا قضايا ممكن سبحان الله تشوف لك واحد مهموم شو بتقول له بتجيب له غزل قل له لكن ممكن تجيب له قصيده تلامس الجميع نعم اكيد يعني عندي انا ابيات اقول يا قلب وش بك صابح اليوم مغبون نسترجع الذكرى على ما جرى لك اثر الزمن يجري شرى مره تضعون خلك مريح البال والسعد فالك فكر وهونها ترى المشكله تهون وتبع طريق الحق ولا يضيق بالك وارحم فقيرا حاجه الوقت ممحون وراعي التعفف مغتني عن سؤالك ومغطي مينك بالخفاء لا يحسون عليك نخشى من رياف امتثالك ولا تترك الشيمات ولو كنت محزون سنة محمد والخلق راس مالك هذا طريق الحق وبالحق يسعون وترك كلام بالوشال وسعالك ودرب السفاهة بالحذر لا تمرون ولا تأمن صروف الدهر لو صفالك وهذا الوطن أمك لا تعيب وتخون ما تنغفر زلتك لو سمت حالك الدين رحمة وبالسماحة يجازون ودرب التقى لا تبعده عن مجالك ود المناسك وتبع اللي يصلون تنجيك في يوم الحشر والمهالك والختم صلوا عد مناضة تمزون على النبي المبعوث وبالخير سالك في قصائد تكون متعذر يعني الفور في الشاعر يكون أحسن لك أكيد شعرتنا ضبي الجنوب بنرجع لك بعد الفاصل بنتكلم عن أهمية الأمسيات الشعرية مشاهدينا تريونا بعد هذا الفاصل بنكمل معكم حوارنا مع ضيوفنا رجعنا لكم مشاهدين عقب الفاصل وعند سهام كان السؤال آخر شيء كان سؤالي حق ضبي الجنوب عن تأثير الأمسيات الشعرية وأهميتها للشاعرة الأمسيات الشعرية سواء للشاعر أو للشاعرة تخدمها بشكل كبير الظهور أمام الإعلام الكاميرات السوشيال ميديا التلفزيون للجمهور المباشر تعطيه ثقة بنفسه المشاركة في البرامج الشعرية يعطيك أنك تبدع أكثر وأكثر وأنك ما يكون عندك رهبة وأنك تصل لأكبر شريحة من المجتمع ويتعرف عليك الجمهور طبعا صحيح صحيح أكيد عبد الله هل توثق بحد مقرب منك أن تعرض عليه قصائدك
قبل ما تنشرها سوشيال ميديا أو أن تسوي ديوان خاص بك مستقبلا إن شاء الله؟ هي مصرة على الديوان ترى. أنا مصرة. أنت لازم تطلع من الحين فكرة الديوان بوالك. يعني أنا أتمنى ويشرفني أن أعمل ديوان، ولكن أحتاج دار نشر يعني بقامة، خلينا نقول بقامة سحايب للنشر مثلا، قامة دار للنشر نفسها، الدور كبيرة يعني هذه تهتم، هي خاصة في المجال وتهتم في الشاعر وفي المادة اللي نزلها. أما بالنسبة للثقة لا، أثق في كثيرين، متى ما انهدمت الثقة في شخص مقرب منك توثق براية؟ كثيرين والله، عندي مثلا مايا موية الله يحفظها ويحفظ أمهات الجميع، أثق في راية يعني من أول الناس اللي أسمعها قصيدي. وعندي مثلا أحد من الشعراء عاد ربي شعر لا متذوق على الشعر الوالد يعني، وعندي كثيرين. ومو بشرط انت لما تعرض مادتك على شخص مو بشرط انه يكون مثلا ملم في الشعر، لا انت تاخذ منه مثلا يمكن هو يشوف شيء، ايوه يشوف شيء مثلا يقول لك ليش لو تكون كلمه بدال هذه الكلمه اللي حطيت انت مثلا، يعني يقول لك ما تكون افضل، يمكن هو ما يكون شاعر لكن متذوق. وهذا يعني ذائقته وصلت لها المرحلة يعني. إنزين إذا قالت لك أن مثلاً غير هذه الكلمة وحطي هذه الكلمة مكان هذه الكلمة، هل من الممكن أن توثق برأيها في هذا الشيء؟ بسبب إذا كانت التفسير مثلاً رؤية الشخص اللي قال لي غير أقنعتني. أما إذا أقنعتك تغير حتى ولو إذا ما أقنعتني لا ما أغير. هذه قاعدة يعني. أوكي. الحلو أنك شوي يعني مرن في هذا الموضوع. أيوة. مب أن هذا متى كتاباتي هذا النقطة وصلت يعني الخصلة هذه صارت فيني من اتجهت للشعر الغنائي. نعم. يجيك أحيانا مثلا المطرب يقول لك لا أنا أريد أحذف بيتين مثلا، أريد والله أغير هالكلمة، أريد غيرها. فأنت إذا تريد الأغنية تمشي غير على حسب الطلب. نعم أكيد. أستاذ أحمد تحت الهوى في الفاصل قلت في قصيدة معينة تبغى تقولها، مرت بها الحين قصيدة غزلية ولا غزلية؟ هذه القصيدة سويناها في البوسنة. أقول من الظلم إذا قلنا جسمها يشبه بزوغ الحيب، لا والله جسمها فاق البياض وما بعد شابه، شبهته ببياض الثلج على القمة وله ريب، أو الحسار الثلج من على الأشجار أو قمة الغابة، يبين الدم في الشريان ولكن شرة الطيب زكى عن ريحة العود المصفى من أطيابه، يشع الخد كالبراق لتهادى على المغيب، عليها هداب مثل الجند المصطفى أهضابه، كبير الحظ ليشابه كل كف بالكف وله عيب، على سنة محمد وكتاب الشرع وثق كتابه، تلقاه البخت ومن تلقاه البخت حصل الترحيب، تخيل من حرش شفاه ولا صفت أهدابه. عاد احنا نغار السمر. تلقاها البخت ومن تلقاها البخت حصل الترحيب، تخيل المنحر الشفاه ولا صفة هدابه، وخش من شرات السيف في قبضة الفارس الحريب، حكم إعدام صدرها فكيف الروح تحيابه، صبوع اليد كفوف الحور أو طلعت علم الغيب، وفوق الوصف ولو شاعر بغى يوصف تعايابه، صبوع الكف صبوع اليد كفوف الحور أو طلعت علم الغيب، وفوق الوصف ولو شاعر بغى يوصف تعايابه، نعم خلقها من الرحمن تشبه بنات الغيب يا عريب، ربت ما بين أحضان الطبيعة وفاقت أسبابه، بشر ما مثل البشر ولا شفنا على التقريب، كأنها تلبس حسن يوسف أو تغطى بجلبابه، كأنها تلبس حسن يوسف أو تغطى بجلبابه. صح. نرد لك نشيرة. عادة أغلبيتنا كأطفال أو كأبناء نتأثر بآبائنا الأم الأب، لكن أنت تأثرتي بوالدك في الشعر، خبرينا كيف تأثرتي في القصايد. أنا الوالد الله يرحمه شاعر كبير، شاعر سجال وارتجال. البيئة اللي نشأت فيها بيئة شعرية بحتة، أكيد أهلنا قدوتنا، الوالدة شاعرة، يعني كل العائلة عائلة شعرية أو متذوقين للشعر، مثل ما قال شاعرنا عبد الله، نستشير الأقرب والأقرب، صديقات الوالدة يعطونك رأي مثلا كلمة مكان كلمة، يوم يتكلم أقول يتكلم عني كأنه يتكلم عني، فالشعراء متشابهون في أغلب حالاتهم. نعم. ومسمات ظبي الجنوب. أنا اللي أصبحت اللقب على نفسي. سبحان الله والله. الاسم هذا عجبني من زمان وأطلقت على نفسي. يعني ما وراء قصة؟ لا ما وراء شيء. مروة أحمد. ما في أي لقب. تغزل قبل شوية بالبيض،
تبين تسمعين شيء عن السمر؟ نسمع شيء عن السمر استاذ عبد الله. والله انا السمر ما عندي انا قبل خاصة كنا يعني الجو صيف وكنا سمر الواحد يقول السمر ما عندي على فكرة لا هو السمر هو الجمال هو على الجميع اشوف بشرتي انا ما شاء الله كنا سمر تفضل المهم في انا كنت قدني عندي واحد من ربع لبناني وسمعت سمعت عنده قصيدة لفارس قصدي غنية لفارس فارس كرم اللي هي غنية نسونجي فقال لي اكتب على هالنمط يعني مثلا تقدر تكتب لنا شيء قلت له انا بكتب لكن مجال تكتبوا فيه انتو الزجل ونحن بحورنا غير يا غير باخذ هذه الكلمه كلمه نسونجي بحط عليها قصيده اذا بتزعل حد مو بسمع لا ما بزعل بس قلت باخذ هالكلمه يعني ما تحسب علي القصيده القصيده مجرد كتابه يعني فقلنا فيها اقول عاشق وقلبي خضر عاشق وقلبي خضر يحمل صفة نسونجي بين ربات المفاتن سمي المهراجة يعشق روية وميس وشهرزاد وإنجي وما تصدرها الطبيعة ويستحق الحاجة فندق هذا عاشق وقلبي خضر يحمل صفة نسونجي بين ربات المفاتن سمي المهراجة يعشق روية وميس وشهرزاد وإنجي وما تصدرها الطبيعة ويستحق الحاجة غررت بي من نساء الأرض أم الغنجي أخت يوسف بالجمال وظلمته وسراجه زاوجت بين الغوى العرابي والفرنجي من تفاصيل البدن للروح هي مغناجة من تفاصيل البدن للروح هي مغناجة سمن سمن ممزوج بعسل دوعا وترف سفنجي مع بهارات سماوية طغى في تاجه قام حدر الهندواني عن شماله زنجي عنترة حامي مضارب عبس ما يتواجه ليس لي منها سوى رب الخلائق منجي لو رأى إبليس عينيها لضاق علاجه الله. أقول تحتفي برضاب فاق الخندريس البنجي وموقد يشعل وحب الكهرمان بساجه سلسلة بارد نسمها في العظام سرنجي تجلي ضيقه من الصدر وتشيل عجاجه كل ما قلبي دعاها في يوم قالت نرجي وكل ما شوقي توسد شوقها يحتاجه جنه من التين والزيتون والترنجي ما خبرها خاطر الحلاج يوم هماجه تبت عيديها وانا داخل سجنها جنجي تبت الحريه من زنزانتي يا خاجه الله صح لسانك لكن تحت الهوى سهام قالت قلبها فندق بس انا عندي سؤال هذا على قلت بالطيران شفت بالخير انا قلت قلب فندق الدعابات مطلوبه هذا انا مسمي قلبي قصر الامارات يقول انا لا من بغيت اعشق احب الجمله ولي قلب مثل قصر الامارات بهواه يعم احب العمله الصعبه ولا اقبل باي عمله وصرف الهوى لا مصرف يصرف ولا يهتم وكلها دعابات الحقيقة. الله يسلمك انا هذا قصيده عبد الله يا فيها كلمه الخندليس فيمكن عبد الله يعرف فانا انا 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 سالت فيها نعم واكتشفت اكتشفت ما اكتشفت هاي نوع من انواع التمور يعني لا هو الخمر المعتق نعم ما فيها شيء استاذ يعني. احمد الشعر النبطي نعم. اخذ مكانه مهمه في دوله الامارات خبرنا شو السبب النبطي ليش الشعر النبطي لان البيئه كان اكثرهم يكتبوا على هذا على النبط معظمهم يعني يمكن كان في شعراء ما اقول لك السابقين بس معظم الشعر اللي طلعوا في النبط نعم. والبيئه لها نعم. دور بعد يعني وبقطع رمسات في فرق بين ترى في شعر شوف شعر نبطي وانا مع تسميته بالموازي هذا اطلق عليه هذا المسمى الشاعر والاستاذ والناقد الكبير مبارك الودعاني من السعوديه سماه بالشعر الموازي اللي هو الموازي للفصيح لانه فعلا الشعر اللي يقال عنه الحين شعر نبطي هو قائم بجنس جنس قائم بحد ذاته قائم بحد ذاته يعني نعم. ثاني شيء في تسميته مثلا العامي فرق العامي يمكن يجيب مثلا مفردات خاصه في لهجته مثلا مش متعارف عليها في اماكن اخرى اما اللي مسمى الحين يقال عنه النبطي لا هذا موجود في نعم. مثلا عند في السعوديه اليمن عمان دول الخليج وقصد اذا رديت الى اصله موجود يعني يكون لغه الفصحى لا اذا رجع احيانا هذا كلام ثاني ما ترد لا اذا رجع قائم ولا ترد قائم جنس قائم نعم. بذاته نعم هاي مع تقريبه بني هلال بدت
هي بس لا بس انا قصدي بعض الكلمات اذا رجعت احنا عشان ما نزعلكم لا لا فاهم فعلا هذا تاريخ احنا عشان ما نزعلكم المفروض هذا تاريخ صحيح تاريخ معروف يعني معروف انه بدا مع تغريبة بني هلال هذا معروف الشعر النبطي كلام صح فقام لحد ذاته وبالنسبه للقول الشعر اللي يقوله عنه عامي العامي يمكن ينحصر في بيئه معينه اما النبطي لا النبطي متعارف عليه قلت مثل ما قلت لكم اختلاف اللهجه فقط ولكن هو متعارف عليه موجود في شبه الجزيرة العربية موجود في سيناء موجود بدو سيناء موجود في كثير مثلا بادية الشام في بادية الأردن هذا موجود في كل بس اختلف بعض المفردات ضبير جنوب كنت بقول اشتهام خبرتنا قبل شوي في قصيدة حقها صح؟ قصيدة العربي اللغة العربية الفصحى مع النبطي أظني صح؟ ليش قصيدة مشهورة القافية أو شيء كذي؟ القصيدة الأشهر والأكثر طربا في الأمسيات اللي هي قصيدة القافية. نعم. هذه لها قصة. خليني أسمع قصتها. بعد ما تخرجت من أكاديمية الشعر أوجه تحية لأساتذتنا في أكاديمية الشعر. قعدت 4 شهور ولا كتبت حرف. أنا استغربت من نفسي. أتاري اللي صار لي بعد ما دخلت الأكاديمية صار لي فلترة داخلية. بعد ما تعلمنا وأوزان الشعر بحور الشعر عيوب القافية صار الواحد مش نفس قبل يقدر يقول أي كلام يوزن القصيدة 1000 مرة ويختار المفردة 1000 مرة قبل ما هو يطلع القصيدة فبعد 4 شهور صحتني هذه القصيدة من النوم ففي قصائد تجيني فجأة الإلهام صحيني من النوم فهذه كانت الأشهر سبحان الله 4 شهور ما كتبت قصيدة وتداخلت قصيدتين اللي هي قصيدة الخيزرانة وقصيدة القافية مع بعض نسمع معك القافية يقول لبيه وين القافية من شدها لبى بحور الشعر والقافية لجيت أصدرها وأوردها بقصايدي والحبكة الشعرية بسلاستن والله ما تتعبني هي حرفنا ما هي على الماهية الشعر في دمي ورث جداني ما هو استعارة من هنا وهنية ما عليك زود الشعر في دمي ورث جداني ما هو استعارة من هنا وهنية قالوا بحور الشعر 16 وعندي بحور الشعر تاصل 100 شيطان شعري يرقص بميدانه وجنيتي ما هي بأي جنية شيطان شعري يرقص بميدانه وجنيتي ما هي بأي جنية تحوم يا ابن الذيب عحارتكم وللسبيعي تنشد الحادية يا ريت لو ان الصدف تجمعنا ليلة معاكم بمسيها شعرية يا عادلي وقف وخذها مني كلمة وريتك تحتسبها لي والله اني افتخر في شعري لو قلت عادية من عادية عادية والله اني افتخر في شعري لو قلت عادية من عادية السر يمكن من حليب شيمه ما هو صناعي وارد القوطية السر يمكن من حليب شيمه ما هو صناعي وارد القوطية فيني طناخة واعتزاز بنفسي وإذا وعدت بكلمتي موفية بعض العرب لو هو يبى يتفلسف تلقاه يا بالعيد والعيدية حتى اللغة تشكي وتبكي منه خرب أساس البنية التحتية والبعض شراتكم يا لبيه يا منطوقة أشكره فنها الرمس يا حية حبي أنا للشعر حب أسطوري حب العمانيين للجنبية نكرم وبيبان الكرم مفتوحة في الجين نسل الله به الطائية لو تجثو الدنيا إلينا رغما ما نحسب الدينار والربيع أولا أنتم وفية سلامتك مع الأسدر الله يسلمك صح تبدأكم طبعا مع الجمال و قعدتكم الحلوة بننتقل مع زميلتنا عواطف يعطيكم العافية بنات وبعد ضيوفنا ما شاء الله عليهم سوالفهم ما تنمل بنرجع لهم بعد شوي أكيد. اليوم ويا أم محمد بنتكلم عن الخراريف وبتقول لنا خروفة صح؟ ايه انت وعدتيني ان تقولي لي شي قصة شعبية خلاص ومن القصص اللي نعرفها أول شيء يعني قبل ما نبدأ القصة قولي لنا عن أم الدويس من أم الدويس دايما نسمع عنها والله أنا ما أعرف أم الدويس ما التقيت فيها بس دائما يوم الصغار يخوف الاهالي قلت يعني مثلا نام لا بتيك الحين ام دويس نام عن الصغير يعني نام لا تلحن ام دويس سمع الصوت الام روحها تسوي كذا اوه تقول لهم سمعها سمع صوتها يتلحف وينام هذا اللي نعرف عن ام دويس عاد احنا نقول ام داس في ناس تسميها ام دويس احنا عندنا نقول ام داس
وشو القصة اللي بتقولني لنا؟ ماشي في قصة حلوة. قبل شوي قلتي لي قصة حلوة. اليوم أنا عزيز قصة عزيز أنا ما أعرفها وايد، بس كان أول يوم صغير كان خالي يحكي لي عنها فحفظت منها بعض الشيء، وفي خراريف وايد بعد كان يوم كنا صغار يخرب وحافظة بعد منها، بس هاي قصة عزيز أنا وايد يعني تأثرت فيها عجبتني، بس ماني حافظتها كلها بس بحكي منها ولو جزء بسيط. هذه حرمة يعني عندها ولاد ثلاثة، عزيز ولادين اثنين وأخوها وعندها أخو، والأخو هذه يعشق واحدة من البصرة، فهو كل ما يروح البصرة يأخذ واحد من أولادها البصرة. آخر شيء منه بقى عندها عزيز هذا يوم ياها قال لي أختي أنا بصير أتاجر هناك في البصرة وأنا شغالة، وقالت لي أنت الحين أخذت أولادي ثلاث اثنين والحين هذا عزيز اللي هو أغلى واحد يعني عزيز، تأخذ عزيز عني؟ قال لي هنا بأخذ بس تاجر وهناك. قلت خلاص مسكنة خلت يصير وياها. هو ايش يسوي هناك ليلة ما هو وصل البصرة كانت حبيبته اللي هو يحبها تتزوج وراح هناك على جمل طبعا، وعنده وحدة يعني يكون بينها مرسال بينها وبين هاي بين الولد خاله يعني. فليلة دخلتها في طرش العجوز عشان يقول لين العروس انه عزيز انه فلان هنا شيء هو له اسم بعد زين. هي العروس هالبنت ما تبغى الرجل هذا، هي تبغى هذا، بس الاهل جبروها على هذا. فيوم زفوها عليه ما قدر يعني البنت عليها، فناس ناداهم يعني قال لهم انا بنتكم ما قادر عليها. قالت قص من صبعها الاكحل ومن طرفها الأيمن بعد ما أعرف من شعرها كأنه يعني عشان. فهو نش شو سوى والولد شو دخلوا عليه البنت العجوز خذت العروس ودتها لين الولد للخال ودتها عنده يتريها الجمل عند البحر، والولد اللي هو عزيز لبس لبس بنت ودخلوه على المعرس. فهو من غميطه وما قدر عليه من غميطه قص صبعه كام يعني خل شوية بس صبع منه. صارت العجوز قال لي أنا أكتر قص من صبعها، هذا قص منها شوية بس عشان ما تهون علي. يوم بعدين عاد الفجر ودى العروس ودى عند العرس وودى العزيز للخال. يوم نهي شاف الولد تعبان خلاص وسافر يوم عند طاوي عند بير يعني وقفه الولد تعبان، فتوفى الولد ورجع هو القصة يعني فيها بعد هذا الشيء، بس أنا بكمل من الآخر. هي ويوم يا عند الأم يا وين عزيز وين عزيز؟ قال لي عزيز خليته في البصرة يبيع وما أدري شو. قالت لي يا أخوي من كان عزيز حيتني بشائرة عند الطير وعند هبات الهباي، لكن عزيز سقف البيت دونه وحطوا سيف السقايف وهالوا عليه كفين من الترايب. يعني خلاص أنا حاسة أنه ما بيرجع مثل أخوانه، وهذه هي لها تكملة يعني بالأخير قبلها، لكن أنا ما حفظت منها لهذه، بس كانت قصة وايد مؤثرة يوم يحكم. وهذه يعطيك العافية خالة أم مريم. إن شاء الله نسمع بعد قصص اليوم يوم القصص عندنا هني بقسم التراث. يعطيك العافية، ونحن دائما مستمرين ويا برنامج فوالة بليلة شعرية وليلة تراثية. ننتقل وياكم لفاصل ومن بعد راجعين. رجعنا لكم من الفاصل المشاهدين من ردلتش نشيرة، أعطينا القصيدة اللي بتقولينا. والله هي قصيدة ممازحة لإخوان الريايل اللي طبعا ما لنا غنى عنهم. لا تزعلون لا اللي على الهواء واللي في الاستديو بساط أحمدي قدام طبعا لكل قصيدة حدث أو مناسبة معينة، فهذه عديتها في ريايل إخواننا. قلت الريال قلوبهم خضرة الهوى والنية هنية، يعشق البيضة مع السمرة وينتعش انشاف حنطية. يقول الريال قلوبهم خضرة الهوى والنية النية، يعشق البيضة مع السمرة وينتعش انشاف حنطية، ويختبص انصاد له شقرة صنف مستورة دربية
يوم يتشرط من البطرة قال أبا مودل وحورية. سلام. على فكرة ردت عليك. يوم يتشرط من البطرة قال أبا مودل وحورية ضاع في الطوشة من النظرة خربه كثر الشفافية يوم يتميلح ويتجرع دوم يتصرف بعفوية صامد الله وعيشته قشرة ما معه بيسه وربية ونشكت حالته يقول صامد الله وعيشته قشرة وين ما طقها شقاوية ونشكت حالته من فقره ما معه بيسه وربية يعشق الكشته مع المسرع بالأخص إن كان شتوية قز كروزر شاص في صحراء في عراقيب الخلاوية هذا رضا لكم طبعا يعشق الكشته مع المسرع بالأخص إن كان شتوية قز كروزر شاص في صحراء في عراقيب خلاوية يحل المبيات في قفرة رمل تنبيضة نقاوية والنجوم تناجي القمرة والمهب عليا جنوبية رمل تنبيضة نقاوية والنجوم تناجي القمرة والمهب عليا جنوبية هي حل الرسلان على الجمرة الله. قهوة شقرة سعودية ونحضر في حزة العصرة مرو سير الصناعية والمساء خذ لفه وفره وشاف الأخبار الرياضية والمرأة في البيت منتظرة ترقب علوم الصغارية صابرة والنفس من كسرة من بغترة طاقية صابرة والنفس من كسرة من بغترة وطاقية انعصت يردف لها ضرة ثم تصير الحرب أهلية وانصبر ما يازع عن صبرة شل تهريح الشمالية أشهد أنه طاح في حفرة بين هذية وهذية وهقته يا عثرة العثرة صابته بعض الحساسية البصر خلص مع الخبرة من يراضي ذيك أهلية سلامتكم صح كانت على فكره ردت عليك عبد الله ردت لكن شو خبص اصابش مش نفس الشيء هاي قصيده ما جذبت لا ما جذبت هاي قصيده يمكن تكون في اخوي ابو خليفه يمكن لا بعيده مش كل الرجال لكن اعطيك على سبيل المثال ابو خليفه يمكن لا لا ما أنا لا 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 يعني عقيت علي ليش انت قبل شوي قلت قصر الامارات قلبك مش انا هذا قصيد مجرد دعابه يعني انزين رد لكم شعراءنا شو رأيكم في المسابقات الشعرية كشعراء هل أنتم مع أو ضد نشيرة المسابقات الشعرية حلو تعودك على أنك تقابل الكاميرا بدون خوف خاصة العروض المباشرة صحيح. أنا صارت لي تجربة في برنامج راعي القصيد على سمة دبي تأهلت مرحلة 27 ثم لمرحلة 9 وكنت الأنثى الوحيدة ما شاء الله خذلني التصويت طبعا المشاركة في البرامج اللي هي مسابقة شعرية ما تمثل حجم الشاعر أو شعرية الشاعر لأنها تعتمد على التصويت صحيح. فكانت تجربة طيبة وطلعت منها يكفيني شرف المشاركة أكيد. استفدت كثير بالنسبة لك عبد الله أكيد مع المسابقات مثل مسابقة برنامج شاعر مليون في قصيدة وبرنامج راعي القصيد هاي مسابقات تثري الشاعر وتثري حتى الساحة الشعرية يعني في مشاركات لك صح؟ من السمين كيف؟ في مشاركات لك شاعر قدري كذا مشاركة في شاعر مليون أوصل مرحلة لمية وما يوصل نصيب يعني إن المراحل اللي عقبها ولكن بشكل عام استفدت أنا حتى يعني من بعد مشاركتي الأولى بشاعر المليون قمت أحرص على الوضع المفردة في مكانها المناسب فتكثيف القراءات عندي الاطلاع يعني في كذا مجال يعني تنقيح القصيدة قبل عدة يعني الاهتمام في القصيدة بشكل عام يعني أو أكثر اهتمام أكثر يعني أكيد يعني أنا أسفة على المقاطعة المداخلة هذه البرامج الشعرية تعتمد على اللي هو القاعدة الجماهيرية أو الدعم صحيح. الجماهيري المادي مادي. للشاعر أكيد أكيد صحيح. هذا أكيد أكيد هذه تخذل الشاعر إذا ما كان عنده دعم مثلا نعم. جمهور أهم شيء نعم بالنسبة لك أستاذ أحمد نعم والله أنا أشوف أن المسابقة جيدة أحيانا يكتشفوا مواهب جديدة ما أحد يكون عارفينها نعم وفعلا يعني يأخذون فرصة لا نعم يأخذوا فرصة كثير حصلت هذه تشوف الواحد يقول لك يمكن انطوائي او يستحي لكن يدخل كمسابقه احيانا تكون مسابقه رساله يعني عن طريق الدكتور ما لازم تكون مباشره نعم فتشوفه يتميز او انه يكتشفون ان هذا شاعر نعم الله يعطيكم العافيه طبعا سوالفكم حلوه بس اخذتنا عواطف شكلها ترياكم وجهزت لكم مفولتها بعد
ننتقل لركن التراث. تفضل التراث مع واطف سميرة تراث. يعني ما لي بقصيدة شيء خلاص. هناك عند واطف. هني بعد قصائد. هني بس شوي ورا. قصائد. عواطف عندها فوارق وعندها لكم قصائدها عادي هناك. هناك بحور والقصائد. تفضل. تفضلي تفضلوا. حياكم الله. شكرا. شعرتنا تفضلي تعالي يلسيني صوبي. يسعد مساكم ومبارك عليكم الشهر. احنا اليوم في قسم التراث سولفنا شوي عن الخرافات القديمة، الخراريف والقصص الشعبية، فدايما لأننا نبدأ بالسيدات أولا. شعرتنا نشيرة، قولينا عن قصة شي سمعتيها من الوالد من الوالدة من هذه الخرافات القديمة. والله القصص كانت قصص كثيرة، خاصة البنت اللي تضطهد وتظلم وفي آخر شيء يجي لها الفارس اللي على الخيل الأبيض. عشنا على هذه القصص. اي كان في فرسان مش فارس. قولي لنا عن شيء قصة علقت في بالك أو تذكرينها. قصة أنه كانت وحدة عندها بنت، هي الجدة تربي هذه البنت. وفجأة في يوم من الأيام راحت عند بيت الجيران أو بيت قريب منهم، كله في سبعة أولاد اللي في البيت، وشلت المفتاح من كان عندهم كلب أو شيء حارس على الباب، وحاطين المفتاح في حب الرابطينه في حلق الكلب. فجت وعطت الكلب شوية تمر وخذت المفتاح وبطلت، ولقت البيت معفوس دنيا. نظفت البيت ورتبته. يوم جو بالليل السبعة الشباب هذولي لقوا البيت مرتب نظيف، وما يعرفون من اللي نظف لهم البيت كل يوم. كانوا حتى يعني يلعبون في التراب في الطين، فيرقدون على حطتهم، في الصبح يقومون محطت لهم دهن شيء ما شاء الله، فيشوفون انفسهم نظيفين مرتبين الصبح. فالاخ الاصغر قال لازم اكتشف من اللي يجي في الليل وينظف لنا البيت. فجرح صبعه يوم جزيت فيه صحي ومسك في البنت، وطلعت البنت اخذتهم اخر شيء في القصه، وعاشوا في تات ونبات، والاخت ياها الفارس اللي الفارس, الفارس اللي على الخيل الابيض وخذها شيء الخيل الابيض. والاستاذ احمد واستاذ عبد الله، بعد اليوم نسترجع هذه الذكريات القديمه والقصص والخرافات، اذا تبدا تقول لنا شيء قصه سمعتها عن الوالد. صراحه انا ما حافظ القصص كثير، لكن كنا نسمع عن ام دويس. هي ام دويس ذكرتوها قبل شويه، انها وحده جميله وتمشط ذاك المشط، ويوم تشوفها حاول ان تاخذ عنها المشط، ما ادري كيف، بس ما حافظ القصه يعني لهذاك الزول. بس كانوا يخوفون فيها. هي هذه وعندك مصعف اللي هي انت بكرامه اللي قال عنها القايله في شيء كلمة تسبقها ما ما يحتاج تذكرها بعد، مو معروفة يعني هذه. وعندك غيرة وهالأمور يعني. لكن أنا صراحة ما أحفظها كثير يعني. أستاذ أحمد إذا حافظ. هي خراريف هذه إحنا لنا. هذا شيء بيتنا حافظ أكيد. والله إحنا نسمع من الأولين، بس إحنا ما نسميها، نسميها مداس. هل يتكلموا عنها؟ كانوا يسموها مداس يعني. فطال عمرك هذه يقولوا والله أعلم إن عندها مخالب هريلها. أوليين. هو أشكال وألوان وصفوها مرة قالوا جميلة. نعم. وايد. بعدين إحنا عندنا قصص بعد حين مشهورة يعني، هذه حقيقية. في قصة موجودة حقيقية، منطقة السودة الحين يسموها اللي فيها البترول، هذه كانت أول ما في حي، فكان هنا يطلع الشيطان عندهم يسموه. هذا يقول حتى في ناس يعني لاحظوه. فواحد من يوم من الأيام من يوم الأيام كان أيام عيد عندهم. فهذا الجني أو شيء يتحول إلى احيانا عزكم الله مثل الكبش. فيقول انا سرت من كلامه والله اعلم مات الريال، يقول رحت شليته. تعرف انت في ذاك الوقت تحصل لك ايام عيد وتحصل لك، كان اول ذبايح قليله، يقول شليته. يقول بتوني بوصل لنا الهريق يعني مسافه طويله. تكلم هذا قال له خلاص انت مره شليتك ومره طاهر استوى الاحمر وشله. قال لي وحده بوحده، مره شليتك ومره شليتني. يقول انا من الروع ما ثلاث ايام. يقول اشرد يعني فعلا هذا احيانا تستوي تحصل عندنا والله اعلم. وطبعا هذه كلها يعني خرافات قصص كثيره.
في شيء منها حقيقة مش خرافة، في شيء حقيقة نعم. يعني صح الجن هذه مرسولة حقيقية، هي انتقلت عبر الأجيال بس يعني أكيد كانت نفس ما قلنا قبل شوي نخوف فيها اليهال. خلينا بقسم التراث وبالشعر يعني أتوقع هالاثنين مع بعض وايد حلوين. تحاولون إنكم تختارون أستاذة نشيرة تختارين مصطلحات تراثية، مصطلحات يمكن تكون صعبة بالنسبة لأي حد وتحطينها بالشعر، يعني حفاظا مثلا خلينا نقول على اللهجة الإماراتية على التراث الإماراتي؟ أكيد أكيد، أو القصيدة هي مناسبة القصيدة تجبر الشاعر إنه يكتب هي. نعم. وتبحثين أي أكيد عن بعض المفردات مثلا ما تعرف معناها، بس إنك أنت لازم توظفها حسب القافية هي. فلازم تبحث ولازم تسأل ولازم تشوف. عندك شيء بيتين فيهم كلمات؟ والله ما يستحضرنا الحين، بس في وايد قصائد لين تفكرينهم يمكن يستحضرهم الأستاذ أحمد. أنا سمعكم هالقصيدة، سمعنا قصيدة وجميلة. نقول الصورة بعيني غزالة توح، هاي كلمة توح بعد مفردة محلية. أقول الصورة بعيني غزالة توح والمعنى كند والفكر مرمى، والفكر مرمى والفكر في مرمى الخيال يذوب عيديه الجماد، وأنا ما بين الوعي ولا وعي ضربي في الكبد ما صيد غير اللي عليها ينتشي طرس ومداد، بيني وبين الأربعين إحساس وأنفاس وجسد، وبين الثلاثة كل ما فيني لواهيب وبراد، طفيت شمعة أمس من عمري تباريح ونكد، واليوم ينهبني لباكر حلم في عين الوكاد، دمعي على الذكرى دمعي على الذكرى تفاصيله تناغيبي ولد، يحضن رجل في داخلي كل ما كبر يصغر عناد، ملامح العابغ لبتني واغتليت من السعد، وخروفة قبل الرقاد تسوقني نحو الرقاد، ملامح العابغ لبتني واغتليت من السعد، وخروفة قبل الرقاد تسوقني نحو الرقاد، وحبوتي شويخ حبوتي شويخ الله يكسيها من الرحمة برد، دنياي تحت قدامها كانت على صهوة جواد، حبوتي شويخ الله يكسيها من الرحمة برد، دنياي تحت قدامها كانت على صهوة جواد، ونظرة ماية لستوى بشي تخلق بي أسد، وزقرت لواحظ شيبتي ميسم على جرحي ضماد، وطرن إذا قفى بيا مره ومره كالشهد، فاسن يمر ضلوع صدري شوق يحطبني وداد، مهما قبلت بصحتي أو قبل شايل يهد، شرواي تحت ريول من يابه على ليلاه ساد، ويه الطفولة ليه زقرني شمت عن ويه الحسد، أرثي منزن قفت أيامه وأنا صوب النفاد، كندورتن وعقال مع غترة كندورتن وعقال مع غترة خفت ياهل شرد، من جمهرة وقت يذم الطيب ويعز الفساد، ذكر الشهادة ذكر الشهادة شل قلبي فيه هو أغلى بلد، عاشق بهيئة عسكري روح على خشم الزناد، فيني إماراتي شيوخ وشعب حسن ماركد، وما شي كما العود الفلاحي ساد بي نبض وفواد، تغرودة من فوق ظهر الود تاخذني سهد، وترد بي من تحت ظل القائد الأعلى هداد، خليفة بن زايد عسى نفداه في سير ومرد، نفدا أبو راشد محمد حاكم قلوب العباد، ونفدا أبو خالد محمد سيدي راس العمد، مجد له التاريخ وقف وانحنت لجله أمجاد، نفدا ضياء دار عليها كل خلق الله تلد، من هامة أقصاها لا أقصاها وتحيا في سعادة وسواد. صح لسانك صح لسانك، ودائما الأجمل هي القصائد الوطنية اللي فيها هذه الروح الوطنية. متربي ما عليكم زول ما عليكم زول. عندي قصيدة يعني اجتماعية وجدانية بحتة. احنا بيتين هي مش طويلة. يلا. يقول يا هاجسي لي في المواقف أناديك، لا ضاق بالخاطر تصب القريحة، والنيت من همك ولحد سأل فيك، يا ويح قلبي آه يا ويحة ويحة تنعيك أمالك من الذل تنعيك، يا ويل حالي النفوس الجريحة، الناس يوم إنك معك شي تبغيك وتبعد بعيد عنك لا طحت طيحة، الناس يوم إنك معك شي تبغيك وتبعد بعيدا عنك لا طحت طيحة، لا ترفع آمالك وتاقع هقاويك، لا تنتظر أهل النفوس الشحيحة، يا الحظ والصابك وأرخى عراويك، للقبح زنت وشان حظ المليحة، كل الأوادم
بس مجامل وتسليك موجودة المتردية والنطيحة. كل الأوادم بس مجامل وتسليك موجودة المتردية والنطيحة. واللي أكلها السبع معادة تغنيك تكفيك غبقة من ذلول منيحة. الصقر تكفيه الإشارة وتكفيك سدك الأعباد سدك لأعدائك حذر لا تبيحة. الصقر تكفيه الإشارة وتكفيك سدك لأعدائك حذر لا تبيحة. العلم جاك وما دخله أي تشكيك من عاقل أخذ العلوم الصحيحة. الصحيح. من عاقل أخذ العلوم الصحيحة. صح الله. صح لسانك. ونحن نشكركم ضيوفنا نورتونا اليوم في قسم التراث. وأيضا بنات يعطيكم العافية. وصلنا تقريبا للنهاية. خلص أنا ولا قلت قصيدة ترى. تفضلوا بنات. الله يعطيك العافية. نحن نعتذر من الأستاذ أحمد بس لأنه خلاص يعني وصلنا لنهاية برنامجنا. إذا قدرنا نختم عند عقب. إذا نختم معاكين نختم قصيدتك أستاذ. شكرا عواطف. شكرا ضيوفنا ما قصرتوا. شيء وطني. وطن إن شاء الله. لا يعلى عليه الوطني دائما. أكيد بنختم معاك إن شاء الله. الشاعر عبد الله بن فهم والشاعر أحمد بن صالح الطوفان والشاعر نشير الجابري شكرا على تواجدكم اليوم معنا في برنامج فوالة. شكراً والله. أكيد دورنا وصلنا. سلام حلقتنا اليوم. سلام تصبحين على أول خير. نكون عند حسن الظن. إن شاء الله موعدكم موعدنا باكر بيجدد وياكم بنفس الموعد إن شاء الله في أمان الله. وبنختمها مع الأستاذ الشاعر أحمد. تفضل. أقول يا مزملي حث المسيرة ورتب لي الأبيات بوزان شيء من القوافي مستديرة والصدر لين العز فربان يوم الوطن فرحة كبيرة وشعر كتبته بحب الأوطان هذا اتحاد السبع خيرة عم الوطن وارتاح الإنسان هذا اتحاد السبع خيرة عم الوطن وارتاح الإنسان قصيدتي فحسن أميرة يذكر اسمها طول الأزمان والنافسة كانت مثيرة ورفرف علمها في كل ميدان وعلى المركز الأول جديرة وبين المحافل فعلها بان وعلى المركز الأول جديرة وبين المحافل فعلها بان وقايد فطن ماشى نظيرة قصدي خليفة عالي الشان حب المواطن في ضميرة ولا يرتضي على الشعب نقصان الشعب يهتف والعشيرة يعلف صحة وخير وإحسان حب المواطن في ضميرة ولا يرتضي على الشعب نقصان الشعب يهتف والعشيرة يعلف صحة وخير وإحسان وابو راشد قاد المسيرة ولجل التميز حط عنوان وسط البحر سوى جزيرة وشيد من العمران بنيان والجيش بو خالد يديره واثق وخلف رجال شجعان والجيش بو خالد يديره واثق وخلف رجال شجعان حكمة وذكاء وعنده بصيرة وكل من تحدى رد خسران وميراج تقصف بالذخيرة وعلى الهدف غاره ونيران طارت من الظفر الظهيرة وبين فعلها فراس مران وميراج تقصف بالذخيرة وعلى الهدف غاره ونيران طارت من الظفر الظهيرة وبين فعلها فراس مران وصلوا عدد نفح العبيرة على النبي من نسل عدنان ما ناح طير في الظهيرة على الغصن والعود طاربان على